قالت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة إنها تمكنت من الوصول إلى صوامع تخزين حبوب رئيسية في مدينة الحديدة اليمنية للمرة الأولى منذ شهر فبراير شباط الماضي. وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي إن فريقا تقنيا دخل إلى منشأة مطاحن البحر الأحمر، حيث كان هناك آلاف الأطنان من القمح تكفي لإطعام ما يقرب من 4 ملايين شخص لمدة شهر. للمرة الأولى منذ فبراير شباط الماضي تستعيد الأمم المتحدة سيطرتها على صوامع الحبوب في مدينة الحديدة. برنامج الغذاء العالمي أكد أن فريقا تقنيا تابعا له دخل إلى منشأة مطاحن البحر الأحمر، حيث وجد أكثر من 51,000 طن من القمح تكفي لإطعام ما يزيد عن 3,500,000 شخص لمدة شهر. الكميات الهائلة من القمح تحتاج إلى تعقيم حسب خبراء المنظمة قبل طحنها وتوزيعها، وهو ما شرعوا فيه. من جانب آخر، وبعد توقف دام شهرا، استأنفت منظمة أطباء بلا حدود أنشطتها في مستشفى في عدن، ثاني أكبر المدن اليمنية. تعليق العمل في مستشفى الصداقة جاء إثر تهديد مسلحين الحراس والعاملين فيه وخطف مصاب عثر عليه لاحقا مقتولا في أحد شوارع المدينة. ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار مارس 2015، حرب دمرت أو أضرت بالعديد من المستشفيات وحولت اليمن إلى بلد منكوب، بلد يعتمد بشكل كبير على مساعدات المنظمات الإنسانية للحصول على خدمات طبية أو غذاء. وتسبب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين بحسب منظمات إنسانية. ولا يزال هناك أكثر من 3 ملايين نازح، فيما يحتاج أكثر من 24 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة بحسب الأمم المتحدة التي تصنف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.